السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منير في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي، إذن الوحدة الثالثة. إذن اليوم عندنا نص شعري، أدب وسائل الاتصال والتواصل. إذن أدب وسائل التواصل في الصفحة 111 من كتاب المنير. إذن ننتقل إلى الصفحة 111. إذن أستعد للقراءة. إذن نبدأ بأستعد للقراءة. إذن أذكر بعض وسائل الاتصال والتواصل التقليدية التي أعرفها. إذن من بين وسائل الاتصال هناك الهاتف الثابت، وهناك الرسائل البريدية. هذه الطرق التقليدية التي كانت تعتمد في الاتصال والتواصل سابقا. إذا ألاحظ وأتوقع، أنطلق من الرموز الموجودة في الصورة وأتوقع موضوع النص. إذا هنا هذه يعني ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، منها الواتساب والفيسبوك وتويتر واليوتيوب وغيرها وجوجل ماب، وهذا سي الانستغرام، وهذا الميسنجر. إذا هذه وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع بطبيعة الحال التي تساعد على معرفة بعض المعلومات الخاصة بالإنترنت. إذا لدينا النص أدب وسائل الاتصال. إذا سننتقل إلى الصفحة الموالية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذا النص الشعري. إذا نبدأ بأغني رصيدي. إذا السؤال الأول، آتي بعائلة كلمة إرسال. إرسال، إذا عائلة كلمة إرسال يعني المشتقات. إذا أرسل مرسل رسالة تراسل إلى آخره. إذن هناك العديد من الكلمات التي يمكن اشتقاقها من الفعل رسل أو أرسل. إذن ثانيا، انطلاقا من النص أحدد معنى المفردتين برهان. إذن برهان بمعنى حجة، ثم بهتان. بهتان هو الكذب والافتراء. الكذب والافتراء، إذن لأن في طبيعة الحال في الإنترنت كيكون هناك بعض المرات بعض الإشاعات، وهي تكون عبارة عن كذب وبهتان. إذن السؤال الثالث، أصل بسهم معنى كلمة يدعو في الجمل حسب موقعها في السياق. إذا تدعو مشاهدة هذا الفيلم إلى الملل، ثم يدعو أبي الله أن يحفظ أبناءه، يدعو القاضي المتهم للجلسة. إذا هنا غادي نبداو بالوسطانية، يعني يدعو أبي الله أن يحفظ أبناءه يعني يتوسل. إذن هنا نعم، إذن يتوسل. وبالنسبة تدعو مشاهدة هذا الفيلم إلى الم، يعني تؤدي يعني يعني المشاهدة كتخلي الإنسان ديال هذا الفيلم كيمل. إذن هنا يدعو القاضي المتهمة لجلسة يعني يطلبه. إذن ننتقل إلى أفهم وأحلل. أحدد الأبيات التي يتحدث فيها الشاعر عن الدور الإيجابي لوسائل التواصل، وهي إذن الإيجابيات نتاع وسائل الاتصال والتواصل. إذن هي مذكورة في البيت الثالث والرابع والخامس. إذن نعود إلى النص لنقرأ هذه الدور الإيجابي، إذن الثالث والرابع والخامس. إذن الثالث، كالفيس والواتساب وانستغرام وكلها في قمة الإلهام، فقد دعت من جملة البرامج وانتشرت في داخل وخارج، وأصبح الناس ذوي تجارة من غير متجر ولا إدارة.
هنا الحديث على الأهمية نتاعها، إنها مفيدة إلى آخره، إيجابيتها. ولكن في البيت الموالي: وأصبح الناس، إذا لكن تجنب كثرة الإرسال. هنا الشاعر بدأ يتحدث عن السلبيات وعن عدم الإكثار من الإرسال والكذب والبهتان والإشاعات والافتراء. إذا السؤال الثاني: أعيد قراءة النص وأتوقف لاستخراج ما يناسب لإكمال الجدول. إذا هذا الجدول نحن أنجزناه في ورقة مستقلة. إذا فوائد وسائل الاتصال الحديثة، إذا من فوائدها حسب النص، إذا هي في قمة، كلها في قمة الإلهام. أصبحت للناس تجارة، يعني يستعملها الناس في التجارة، انتشرت في كل مكان، وانتشارها يؤدي إلى التواصل أكثر، يعني أصبحت معروفة وشائعة وتستعمل بكثرة. إذا من مساوئها البهتان وكثرة الإشاعات والإملال في بعض الأحيان مع كثرة الإرسال. بعض الاحتياطات، إذا بعض الاحتياطات التي يجب التحلي بها: إذا القول بلا بهتان، كثرة عدم تجنب، إذا هنا تجنب كثرة الإرسال، هنا تجنب كثرة الإرسال، عدم اطلاع كل القوم على ما يفعله الإنسان في اليوم، لأن هناك من الناس، من خاصة في اليوتيوب، من يعني يطلع الناس على كل ما يقوم به، فهذا بطبيعة الحال هذا يجب الاحتياط في هذه الأمور. إذن هذا ما يقصده الشاعر. إذن أتحقق من توقعاتي على ضوء ما فهمته من النص. حنا توقعنا في النص بأنه سيتحدث عن وسائل الاتصال، وفعلا تحدث عنها. إذن ننتقل إلى تذوق وقويم، وحاوروا بعض أصدقائي وصديقاتي حول موضوع القصيدة أدب وسائل الاتصال تحت إشراف أستاذي وأستاذتي. إذا هنا داخل القسم يتحدث يعني التلاميذ حول موضوع القصيدة، يعني يناقشون هذا الموضوع، ويعني يتحدثون عن ممارساتهم وكيف يستغلون هذه الوسائل ديال التواصل الاجتماعي. وإذن ثانيا: تحدث الشاعر في نهاية القصيدة عن دور الإنسان السلبي في تعامله مع وسائل التواصل، ألخص بتعبيري الخاص مضمون هذه الأبيات. إذن تلك الأبيات تتحدث على أن الإنسان السلبي عندما يتواصل في وسائل الاتصال الحديثة يكثر من الإرسال، وفي بعض الأحيان بلا دليل، حيث يكثر الكذب والافتراء والإشاعة، وهناك من يطلع القوم على جميع ما يفعله في يومه. إذن هذا ما تتحدث عنه الأبيات الأخيرة. إذن ثالثا: أختار البيت الذي أعجبني وأعلق عليه ثم أتغنى به. إذن البيت الذي أعجبني: وبعضهم يطلع كل القوم على جميع فعله في اليوم. إذن لأن هذا نشاهد بكثرة في الآونة الأخيرة في بعض الفيديوهات ما يسمى بروتين اليومي. إذن هنا هذا يعني أصبح شائعا بطبيعة الحال كما قلنا في قبل قليل. إذن هذا كل ما يتعلق، إذن هذا البيت يعني يصلح أن يتغنى به الإنسان، وبعضه عنده واحد القافية جميلة: وبعضهم يطلع كل القوم على جميع فعله في اليوم. ولهذا وهذا كل ما يتعلق بهذا النص الشعري أدب وسائل الاتصال من كتاب المنير في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي.